بعض من يدعي النبوة. نعم. كثيروش نبيين نتعلم بلهم يكراكروا. لا تظن أنه غبي. ددبره مهيون بالهنداتس. أو مجنون. ويبرنا بالهنداتس. لا تسمع للشبهات. لأنه ممكن تسمع للشبهة تدخل فيك. وقلنا حذر السلف من مجالسة أهل البدع أهل الباطل والسماع للشبهة. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. سلف وجهنا شبهة وين بجتا كان لفتبوتا لأستنككوا يا الله ملكتنا من دازهو ብይታን የሚከተሉ ሰዎች አባያችሁ ግዜ ተጠንቀቋቸው ራቋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጠራቸው ናቸው رجل سوية في زمن هارون الرشيد بهارون الرشيد زمان ادعى النبوة اني نبي نبي بلو الموكتة فجاء الى هارون ولا هارون مدى فقال له هارون من انت هارون بلو انت من قال أنا موسى بن عمران. أنا أقول موسى بن عمران لن يعلم. وكان معه عصا. زنقال وتالبر. فقال له موسى. فقال له هارون. هارون بلوارو. وهذه عصا موسى عليه الصلاة والسلام. إيتي يا موسى زنقناتها. قال نعم. عوارو. قال ألقها. بلت على تاب. تكون حية تسعى. إلى هنا متنكساكس تورادك. متهد فارشا. فقال هذا انظر إلى الشبهة فقال هذا لهارون لا هارون بلوالو يا سوية قال هذه لا يمكن أن تكون حية تسعى حتى تقول أنت أنا ربكم الأعلى إيكي إغاب هنا ودغاب مكير أتتشلم لك موسى جيتين وندالة لني أملاك النت أنت كالامنا مجمعيا قدما مسفرتو لا تظن أن هؤلاء أهل الباطل لا يعرفون الجدال لا يعرفون الشبه معهم شيطان بل شياطين فضربه هارون حتى تاب هارون متاو استمي توبث درس